مساء الخير. على ما يبدو ان احنا لسه بنتابع تصريحات السيد وزير الصحة اللي كل يوم بتخرج عنه تصريحات جديدة بتصدم الرأي العام وبالتالي بتصدم الصحافة وبتهتم انها تنقلها. امبارح خرج سيد وزير الصحة في حوار مع زميلنا الإعلامي خالد صلاح واتكلم معاه عن ازاي انه في مشكلة في توزيع اللبن، ولكن أرجع المشكلة دي وأرجع أحداث يوم الخميس لإيه؟ لأنه الأمهات اللي كانوا موجودين دول عندهم أجندات وبينهم فئات مندسة. التصريح ده كان صادم، كان خلى ناس كتير بتحاول أنها تفهمه وبتحاول أنها تطالب باعتذار السيد الوزير. الوزير شايف أن الأمهات اللي خرجت بولادهم، يعني هو كمان مش شايف، يعني مش شايف ان دي حجه تقول ان هم مش مندسين ولا ان هم مخربين ولا ان هم اصحاب اجندات، لا شايف ان دي ده الدليل ان هم معاهم ولادهم، شايف ان هم ما دام واقفه محتجه ومعاها ابنها يبقى هي عندها اجنده. ولما خالد صلاح ساله قال له طيب انت يعني ليه دي معلومه ولا متاكد؟ قال له انا متاكد، وسيادة الوزير متاكد وعارفهم ان دول مندسين وعندهم اجندات وبالتالي عشان كده قطعوا الطريق. ايه المنطق في كلام سياده الوزير؟ احنا مش عارفين. بيتكلم على انه المنظومه تمام ومفيش اي مشاكل فيها، في حين ان احنا شايفين بدايه الشهر حسب تقرير منشور في ضواط مصر انه السيد رئيس الوزراء كان بيتابع الازمه وكان عنده حاله غضب وكان بيتابع مع وزير الصحه الموضوع وازاي انه اللبن يوصل لمستحقيه. فبالتالي احنا مش فاهمين، طب هل رئيس الوزراء مثلا ما عندوش المعلومه دي اللي عند وزير الصحه بان دول مندسين اللي احنا شايفينهم قدامنا على شاشه؟ هل جريده الشروق امبارح وهي بتتابع مع الامهات وبتشوف ان هم ازاي بياخدوا معاناه وعندهم معاناه في الوصول لعلبه اللبن وساعات بيدفعوا فيها 60 جنيه، هل جريده الشروق هي كمان مندسه والاهالي اللي هي سجلت معاهم مندسين بيدفعوا في علبه لبن 60 جنيه عشان هم مندسين؟ طيب هل المنظومة وان ازاي الاهالي ما كانوش عارفين هيستخدموا الكارت فين وان حضرتك كمان حطيت شروط زيادة علشان خاطر الامهات مش اي حد يروح ياخد اللبن المدعم؟ طب عملت كده ليه طالما دول مندسين وطالما ان المنظومة تمام من وجهة نظر حضرتك، ليه بتزود شروط هي اصلا كانت بالنسبة لنا صادمة امبارح؟ ده بيرجعنا ويفكرنا بانه ازاي بين الحين والآخر بتخرج تصريحات من المسؤول ومن الوزير المفترض انه ياخد باله منها علشان ما تستفزش الرأي العام، وخاصة في عز الأزمة لأنها في الآخر ما بتكونش نتائجها جيدة. فزي ما الصحافة مهتمة بده، نتمنى ان الصحافة تنقل لنا بكرة تصريح معتدل من وزير الصحة، اعتذار على ان هو اهان الاهالي اللي واقفين في الحر وفي الطوابير بساعات علشان ياخدوا علبه لبن مدعمه، وفي الاخر اتهمهم بان هم اللي مندسين، مش ان المنظومه فيها مشكله ولا ان فيها خلل ولا ان هو مثلا احرج القوات المسلحه من كام يوم بتصريح غير مسؤول ولا اي حاجه. فنتمنى ان وزير الصحه يقدم اعتذار. نتمنى او كنا نتمنى انه البرلمان الاسبوع ده قبل جلسته الختامية في الفصل التشريعي الأول بكرة أنه كان يشوف حل في الأزمة دي ويناقشها، كنا نتمنى، ولكن مش كل اللي بيتمناه المرء بيدركه. عموما احنا مستنيين الاعتذار، وحتى ذلك الحين خلونا نشوف جولتنا في الصحافة ونشوف أبرز العناوين والمنشطات في صحافة بكرة.
الصحافة المحلية لسه مهتمة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين وبلقاءاته مع عدد من زعماء ورؤساء الدول. الشروق بكرة خرجت بمنشط السيسي في قمة العشرين: حققنا نجاحات في مواجهة الإرهاب ومستعدون لمد يد العون لدول العالم. قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا يؤكدون دعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر. البيان الختامي للقمة يدعو إلى دعم التبادل التجاري والتعاون في مواجهة أزمة اللاجئين. والسيسي يلتقي قادة ألمانيا وفرنسا وأستراليا والسعودية. والسيسي يؤكد مصر حققت نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهاب بفضل الدعم الشعبي. اليوم السابع المنشط اللي موجود فيها: السيسي يرفع رأس مصر في قمة العشرين، الرئيس لزعماء العالم ادعموا مصر لاستعادة أموالها المهربة، ويجب الحزم مع الأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية سياسيا وماليا وعسكريا، وضرورة مساهمة الدول النامية في الاقتصاد العالمي. الوطن المنشط اللي موجود فيها: الصين تحاصر أمريكا في ختام قمة العشرين، والسيسي يطالب باستعادة أموال مصر المهربة، ويحسم مع بوتين استئناف الرحلات الجوية لمصر. الوفد كانت بتقول أو هتقول بكرة: السيسي يحذر العالم من مخاطر الإرهاب ويؤكد على ضرورة الحزم مع الداعمين للتطرف ماليا وعسكريا وسياسيا. والبوابة بتقول: يوميات السيسي في قمة العشرين، السيسي يطالب العالم بإعادة أموال مصر المهربة، وأولاند يؤكد على دعم فرنسا للإصلاحات الاقتصادية في مصر. المقال غطت قمة العشرين بشكل مختلف كالعادة، وكان المنشط: خدوا العبرة من الصينيين. وبيقول المنشط: من هنا نبدأ الحرب على الفساد. بيبدأ أو بيتكلم المقال أن الحكومة الصينية بتخلي أي مسؤول جديد في الحكومة هو وعيلته يروحوا يعملوا زيارة للسجون علشان يقعدوا مع أي مسؤول سابق تحكم عليه نتيجة تورطه في الفساد، فيمكن يتعظ ويخلي باله ويعني ما يعملش أي حاجة قبل ما يقدم على خطوة الفساد. هل ده ممكن نشوفه عندنا؟ هل ممكن زي ما المقال بتقول ممكن نتعظ من القصة دي؟ ده السؤال اللي بتطرحه جريدة المقال. في مقال بقى، واحنا بنتكلم على السوشيال ميديا وكل يوم بنشوف ازاي انها بتؤثر على الرأي العام، في مقال النهاردة موجود للأستاذ عزت إبراهيم الكاتب الصحفي في جريدة الأهرام، بيتكلم على ازاي انه السوشيال ميديا ومنصات السوشيال ميديا زي فيسبوك وتويتر كيف اصبحت مؤثرة على الرأي العام، وازاي انه في بعض الاحيان هي منصات لنشر الشائعات، وازاي انها في بعض الاحيان التانية خلت ساسة وكتاب وممثلين يخضعوا لابتزاز مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. مدير تحرير جريدة الأهرام الأستاذ عزت إبراهيم كاتب المقال عنوانه المعركة الخطأ على مواقع التواصل الاجتماعي، يتكلم تحديدا عن المصالح اللي بتتعارض والمعارك الوهمية اللي بتحصل في فيسبوك وتويتر، وبيقول انه في مصر وفي بلاد كتير جدا في يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعني غيرت صواب الكثير من الشخصيات العامة اللي عرف عنها وقرها، ما بقتش طريقة النقاش في القضايا والشأن العام لمحاولة الوصول إلى حلول، ولكن إزاي إن كل طرف يثبت إن هو اللي معاه الصواب والحقيقة. وده خلى في بعض الأحيان مثقفين إن هم يبعدوا عن السوشيال ميديا علشان يقدروا إن هم يكتبوا ويخرجوا نفسهم من الدايرة المغلقة اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي. نروح بعد كده للغورية، وللأسف يعني احنا نفسنا والله ان احنا ما يبقاش عندنا كل يوم حاجة تتكلم عن الآثار، سواء تماثيل مشوهة، سواء قبة جامعة القاهرة، سواء عمدان مسروقة من يعني من كوبري قصر النيل. النهاردة بقى قبة الغوري فيها كوبري خرساني للمشاة بيتم إنشاؤه قدام قبة الغوري الأثرية، وده هيؤدي لأضرار جسيمة في بانوراما أثر قبة الغوري. شفنا احنا تابعنا اصلا من كام سنة ازاي كان في مجهودات بتتعمل علشان يتم ترميم المنطقة دي،
علشان خاطر تبقى يعني مكان جذب للسياح. النهارده بنشوف ازاي انه المكان اللي هو من اكتر الاماكن زياره في شارع الازهر بيحصل فيه هذا التشويه بالكوبري اللي بيتم انشاؤه. بنشوف ازاي المكان اللي كان بيشهد مهرجانات ومحاضرات وندوات ثقافيه وامسيات شعريه النهارده بيحصل فيه حاجه بالشكل ده عشان بس المسؤولين مش مقدرين قيمه المكان، مش مقدرين كمان قيمه ان المكان ده يعني كان فيه جهد وتعب علشان يتم ترميمه ويتم تجميله وتحديثه علشان يكون جذب. فنعمل كوبري مشاه عشان يحل مشكله فيعمل كارثه تانية ومش مشكله ايه اللي بيحصل بعد كده. نقضي على اثر عمره اكتر من 500 سنه من وقت العصر المملوكي والمزار السياحي الجميل. مميز. نتمنى ان حد يتحرك ويقف المهزله دي، زي ما نتمنى ان حد برضه يرد علينا في موضوع قبه جامعه القاهره، زي ما نتمنى ان حد يرد علينا في مساله العمدان المسروقه من كوبري قصر النيل. نروح بقى لقناه السويس. معظم المواقع الاخباريه المصريه والعربيه اهتمت ببيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن ارتفاع ايرادات قناه السويس في يوليو السنه دي مقارنه بايرادات شهر يونيو. البيانات بتقول انه ايراد القناه زاد بنسبه 2.5% ووصل ل 429 مليون دولار في يوليو مقارنه ب 418.7 مليون دولار في يونيو. ده كلام مفرح ولطيف جدا ويسعدنا، ولكن بتفضل بقى التساؤلات اللي بتشغل بال المصريين لما يقروا الارقام دي، وده يعني في اعتقادنا انها ما تقلش اهميه عن زياده ايراد قناه السويس عن مشروع تنميه محور قناه السويس. بقى لنا اكتر من سنه ونص بنتكلم عن مشاريع للتنميه، بقى لنا اكتر من سنه ونص بنسمع عن ارقام هيتم ضخها في محور قناه السويس وخطط ومخطط للتنميه. وصلنا لايه بقى في الملف ده؟ يعني ايه الجديد فيه؟ عايزين نعرف. مهم جدا ان الدكتور احمد درويش وهو المسؤول عن الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه في قناه السويس ان هو يخرج ويقول لنا عملنا ايه ومدى استجابه وتفاعل المستثمرين العرب والاجانب مع المشاريع اللي سمعنا خططها. كلام طول الوقت كان ان مع تنميه المحور ده مصر هتتحول لاهم مركز لوجستي في العالم. فمهم جدا ان احنا نعرف وصلنا لفين في الملف ده. نروح بقى لموقع التحرير اللي عمل النهارده حوار مع والد الطالب احمد مدحت، الطالب في الفرقه الخامسه بطب عين شمس. الحوار حزين. بيتكلم مع والد الطالب اللي فقد ابنه، وموقع تحرير مع والد الطالب اللي فقد ابنه، وموقع تحرير رصد اكتر من نقطه في الحوار واتكلم عن نقط جوهريه، منها على سبيل المثال انه كلام الداخليه اتغير بعد ما لقوا انه في ضغط عليهم. بعد ما كان احمد متهم بممارسه الشذوذ تحول الامر الى ممارسه الدعاره في نادي صحي اثناء القبض عليه انتحر. الأب كمان بيقول إن التحرير أو قال للتحرير إنه لاحظ عدم اتساخ ملابس ابنه ومفيش كسور في الجسم كله إلا كسر بس في الجمجمة. وهنا كان سؤال الأب إزاي الولد هينتحر وهو يعني نط من دور عالي وما يبقاش عنده أي كسور. الأب كمان أشار لإنه في آثار تعذيب زي مثلا وجود علامات في الجسم ناتجة عن صعق بالكهرباء أو سجاير في الجسد. وفي كمان نقطة مهمة في الحوار رصدها موقع التحرير وهو رفض المحامي العام الأول تشريح الجثة بناء على طلب المهندس مدحت والد الطالب، وكمان طلب قدمه أساتذة كلية طب عين شمس والطلب برضو تم رفضه. هننتظر تحقيقات النيابة العامة والقضاء اللي في النهاية احنا يعني عندنا ثقة تامة في نزاهته. في موضوع كمان عايزه اقول لكم عليه ولطيف جدا في الشروق الشرق الاوسط اللندنيه، تقرير للكاتب محمد علي صالح عن كتاب منشور بقاله 15 سنه وصدرت الطبعه الحديثه منه حديثا. الكتاب بيتكلم عن تزييف الحقائق وكتابه التاريخ بشكل مغلوط، بس فين بقى الكلام ده؟ في الولايات المتحده الامريكيه. عنوان التقرير اللي في الشرق الاوسط اللندنيه اكاذيب سمعتها من مدرستي. بيكشف أفدح الأخطاء في مناهج التاريخ والأكاذيب كلها
المؤلف جمعها بعد ما زار 18 مدرسة أمريكية. الكتاب بيعالج كيفية كتابة التاريخ وعرض لمناهج التعليم اللي بتدرس في الولايات المتحدة للمراهقين، وخاصة بعد أحداث مهمة زي مثلا 11 سبتمبر. ده تقرير لطيف جدا برضو، حضراتكم تقدروا تتابعوه في الشرق الأوسط اللندنية. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل ده هنقرأ الصحافة بشكل مختلف مع المنتج السينمائي الأستاذ مدحت العدل، محمد العدل عفوا، وبعديها نرجع نواصل الحوار. بجدد التحية على حضراتكم، وبرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد العدل المنتج السينمائي. وهنحاول ان احنا نقرأ الجرايد في صفحات الثقافة وصفحات الفن بشكل مختلف مع دكتور محمد العدل. مساء الخير وحضرتك نورتنا. كل شوية بنشوف في الجرايد اخبار بتتكلم على تمثال شكله مشوه. يعني عايز ابدأ مع حضرتك بما ان احنا كنا بنتكلم عن القصة دي قبل يعني قبل الفاصل واحنا بنتابع الجرايد. تمثال مشوه، تمثال شكله غريب، حضرتك اكيد بتتابع التماثيل دي. قبة الغوري اللي هنبني فيها كوبري مشاه، قبة جامعة القاهرة، بتقرا حضرتك الحاجات دي ازاي؟ هل احنا عندنا مشكلة في الإبداع؟ يعني هفصل القبتين عن التماثيل. أنا بعتقد إن فيه نوع من أنواع التعمد لتشويه ذوق الناس في استقبال التماثيل دي. في تعمد ان التماثيل تبقى مشوهه. تعمد ولا استسهال؟ لا، في تعمد، ما اعتقدش استسهال، لان انا مش ممكن شكل التماثيل دي يوافق عليها. فيها فساد طبعا. يعني دي بعتبر ان الفساد بقى مبطن اغلب الاشياء اللي في حياتنا، فهو فيها فساد. لكن كمان في تعمد للتشويه، انت عايز تقول ان التماثيل شيء مشوه. بصي، انا بعتقد ان فنون جميله من يوم ما لغت فكره الموديل، من يوم ما لغت فكره ان تمثال ده من تمثال ام كلثوم قبل وبعد مثلا، وده تمثال الرجل الاخضر، او كان يعني احمد عرابي يعني. لا، ده يعني انا بقول لك ده نوع، ده يعني اللي زي ما قالوا كده، ان اعتقد انهم نسوا يقولوا مين النقاش اللي عمل التمثال. خلاص، يعني فعلا في نوع من انواع التشويه، ونوع من انواع انك عايزه تنزلي بذوق الناس. يعني في تعمد لان الناس ذوقها يوطى قوي لتحت زياده عن اللزوم. لان انا مش ممكن اللي عمل التماثيل دي عدى في مدام الميادين اللي فيها تمثال لمحمود مختار. مش ممكن يبقى راح زار المتحف المصري، مش ممكن يبقى راح زار متحف زي متحف مختار، مش ممكن يبقى شاف تماثيل في حياته. شايفين النهارده الجارديان عامله تقرير عن تمثال ام البطل اللي هو موجود في سوهاج، ومهتمه بانها تبرزه، وبتتكلم على ان هو ازاي تمثال مشوه ما فيهوش اي فن، وانه يعني بيتم دلوقتي تعديله مره تانية. بتشوف اهتمام الصحافه برضه الاجنبيه بحاجه زي كده ازاي؟ لان احنا مصدر، يعني احنا اللي اخترعنا، احنا اللي قلنا يعني ايه تماثيل في العالم كله. احنا ما يعني ما ينفعش يبقى ده في الاخر اضمحلال ذوق الناس.
بيوصل للشكل ده. وانا وجهة نظري ان انا بقول لك في تعمد، وفي تعمد ان الناس تكره فكره التمثال في حد ذاتها، فكره ان يكون هناك تمثال، لان ان ترتقي بذوق الناس ده موضوع، وانك تنزلي بالناس لغايه مرحله ان التمثال ده فعلا اللي اتقال عليه التمثال حرام. يعني دي التماثيل اللي توصف بانها تماثيل حرام، لان انا مش ممكن الناس دي عدت على كليه فنون جميله ولا فنون طب، ولا حتى الفنان الشعبي البسيط اللي كان بيعمل تماثيل اللي عمل شكوكه زمان. يعني مش ممكن يبقى ده الذوق اللي موجود والناس بتستقبله كده. يعني انا اقول ان شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في تعريه هذا القبح. بتفصل ليه التماثيل عن مساله بقى القبتين؟ ما يحدث في قبه القاهره انا وجهه نظري ان القبتين دي، لان كل جهاز بقى بيشتغل في جزيره لوحده. يعني بتاع التكييفات بيشتغل في سكه، المفروض يبقى فيه حد بتاع معمار مع يعني عماره معاه، مهندس عماره معاه، مهندس ديكور المجموعه دي كلها تبقى مع بعض. لا، واضح ان بتاع التكييفات راح يشتغل لوحده من غير ما يسال حد. يعني قالوا له اعمل التكييفات فعمل التكييفات، من ده في قبه جامعه القاهره، وده يعني الدكتور جابر نصار عامل عمل ثقافي رائع على مستوى الطلبه. بس مش ممكن يبقى التشويه ده موجود عنده في جامعه القاهره. مش ممكن قبه بهذا الشكل يحصل فيها كده. او الغوري برضو قرار نعمل كوبري، محدش فكر يسأل بتوع التراث، محدش فكر يسأل الفنانين، محدش فكر يسأل المعماريين، احنا نعمل عايزين نعمل كذا نعمله ازاي؟ طب واحنا بنتكلم عن الثقافة بقى نروح لوزير الثقافة دكتور حلمي النمنم، ومفترض انه كان في تأييد كبير من المثقفين ليه، بقى في احساس انه هذا التأييد قل شوية، ايه السبب؟ والله انا صعبان علي الدكتور الاستاذ حلمي النمر بمنتهى الصراحه. يعني هو في موقفه من قضيه احمد ناجي واسلام البحيري، وكان باعتباره صحفي في المؤتمر اللي اتعمل، باعتباره صاحب، باعتباره حلم النمنم وليس وزير الثقافه. هو ليه حوار بالمناسبه في جريده الوفد بكره، وبيقول اطراف كثيره تعمل ضدي وشايفين اني صحفي واخد اكتر من حقي، ده في جريده النهار في عدد النهار، وان المنصب قيد حريتي. ودي حقيقه، منصب قيد حريتي. كده انا بقول لك فيه يعني هو صعبان عليا في صعبان عليا في انه كصحفي له موقف، كوزير له موقف مختلف، وعدم التطابق بين الموقفين ده يتعبه. يعني المنصب اللي قيد مواقفه ده حقيقه ما نقدرش ننكرها، لكن فعلا السيد الوزير مش قادر يطابق مواقفه الشخصيه كصحفي مع مواقفه كوزير. وفي الحاله دي انا بقول له طبعا ان هو صديق، وكنت اتمنى لو انا مطرحه، وانا مش مطرحه جايز ما اعرفش، لكن انا وجهه نظري انا الاعتراض على شيء وانت بتتحمل جزء منه لازم تسيبه. طب كان بيتكلم برضو على دعم السينما، وازاي انه هيكون في دعم للسينما ب 50 مليون جنيه، هل الرقم ده حضرتك شايفه انه يكفي لدعم بس السينما؟ بس هو مش يكفي او لا يكفي. هو معقول في اطار المتاح، لان كان قبل كده 20 مليون مش 50 مليون. لكن انا مش عايز من الدوله ال 50 مليون او ال 100 مليون او ال 200 مليون، انا عايز من الدوله اشياء اخرى. انا عايز من الدوله، صحيح في محاولات لان الدوله تديني تسهيلات في التصوير، تديني كل ده ماشي، لكن انا بتسرق عيني عينك والدوله شايفاه. يعني الدوله عارفه ان انا عندي قنوات كتيره موجوده بتسرق افلامي وبتسرق مسلسلاتي. وبالتالي القنوات دي على نايل سات، ده اهم بالنسبه ده أهم منتج بالنسبة او صانع السينما من بالظبط من الدعم. لان انت انا يعني فرحتي ان انا الدعم بمبلغ وانا احط قده او قده مرتين او قده ثلاث مرات، وبعدين يسرق الفيلم بعد ثلاث ايام من انه ينزل السوق. لكن الدعم شيء جميل لو تم، لان احنا لغايه دلوقتي واخدين وعود. طيب هستاذن حضرتك ان احنا نخرج فاصل، بعد الفاصل عايز اكلم معاك بقى عن فيلم اشتباك. حاضر.
بعد الفاصل. على حضراتكم وعلى ضيفي الكريم الدكتور محمد العدل المنتج السينمائي. كنا بنتكلم على فيلم اشتباك وفيلم اشتباك عمل حالة وبعدين بعد كده الحالة تراجعت، وبعدين النهاردة مرة تانية رجع فيلم اشتباك للأضواء بالكلام عن ترشيحه لأوسكار. بتشوف حالة فيلم اشتباك ازاي؟ بس أنا طبعا يعني أشرف أن أنا كنت عضو في لجنة اختيار الأوسكار، وان كان في فيلمين بيتنازعوا على مين يروح، كان في نوار وفي اشتباك. الاثنين فيهم اشياء مشتركه بالمناسبه، الاثنين ما بيتكلموش على الثوره بشكل مباشر، الثوره خلفيه للاثنين. الاثنين محايدين جدا، يعني مش واخدين اي موقف. الاثنين بيتكلموا على ما قاله يوسف شاهين: يهمني الانسان ولو مالوش عنوان. في الاخر الانسان كإنسان، يطلع الإنسان ده شيوعي، يطلع إخواني، يطلع جاب، بس في الآخر في إنسان. ليه الناس تصورت إن هما فيهم مواقف سياسية مش مواقف إنسانية؟ ده تصور جال الناس قبل ما يشوفوا الفيلم، بس لما شافوا الفيلم ما قالوش كده، لأن هو في الآخر مواقف إنسانية والإنسان إنسان. هو طبعا اللي عمل بلبلة في دماغ الناس وجيد معز مسعود كمنتج أو مشارك في الإنتاج، وانا ما شفتش ده فيه. طبعا هو المشكله انه اتفاجئنا بيه، يعني لو قالوا ان معز مسعود داخل ينتج من الاول وبيدور على سيناريو وبعدين قالوا انه داخل، كانت الدنيا لكن انا اتفاجئت واحنا في كان بانه على المسرح، يعني اتخذنا. لكن انا ما اقدرش احكم على حاجه من غير ما اشوفها، يعني الفيلم اتهاجم من غير ما حد يشوفه وبعدين نزل فالناس شافته بشكل عادي، ثم دلوقتي معرفش رد فعل ايه على اختياره للاوسكار. لكن انا بشوف انه سواء هو او نواره كان جدير ان يمثل مصر في الخطوه الجايه في الاوسكار. اتمنى انه اللي يعني يتقدم لغايه لما يوصل للتصفيات النهائيه. بكره في جريده الشروق في تحقيق بمناسبه الأربعين او يعني الأربعين للمخرج الراحل محمد خان. رحيل المخرج محمد خان وخرج ولم يعد، وازاي ما أثر في الجمهور لحد دلوقتي برضو الحالة دي كصانع سينما؟ بصي أنا أستطيع، في ناس كده تقولي الحمد لله إن أنا جيت في عصره. أنا بقول إن أنا الحمد لله إن أنا جيت في عصر محمد خان. أنا بعتقد إن محمد خان من أهم المخرجين اللي جم خلال الثلاثين سنة الأخيرة. محمد فضل يشتغل لغاية وفاته، يعني لغاية وفاته كان قاعد بيشتغل على سيناريو بيشتغل عليه. خان له أسلوبه الخاص جدا، سواء في الرؤية البصرية أو طرح الموضوع أو المواضيع اختياراته. أما أجي أتكلم على محمد خان فأقول إن فيلم سواق الأتوبيس ده فكرته، ثم بعد ما كتب بص عليه وقال لا ده ما ينفعش انا اخرجه، ياخده عاطف الطيب يخرجه. ده بني ادم ما هوش موجود كتير، وان كان الجيل اللي فات كان فيه الحكايه دي، كان فيه ان انا وهو بيكتب سيناريو كده تلاقيه جه في حته اقول لا الحته الرومانسي دي مش انا اللي اكتبها، فلان يكتبها. ده في السيناريستات المخرجين كان عندهم ده. اما يجي عز الدين ذو الفقار يخرج فيلم بتاع ناصر صلاح الدين ويحس انه بيتعب فما يجيبش اخوه، يجيب يوسف شاهين يعمله. اقصد ان هم كان لهم رؤيه فنيه مختلفه. محمد خان اخر هذه الاجيال اللي ممكن يعمل الكلام ده. محمد خان يعني افتقدناه، لكن السينما بتاعته اللي موجوده تخلينا دايما يعني مستمتعين. طيب ان احنا جينا في عصر. طيب الدكتور سيد ياسين عفوا كاتب برضو مقال بكره في جريده البوابه، بس بيتكلم بقى عن حاجه ثانيه، بيتكلم عن محمد رمضان، وبيتكلم على انه محمد في البوابه انه الترويج الفني للنموذج البلطجي، وانه ده يعني في اشاره لمحمد رمضان،
وانه يعني ده ممكن يكون نموذج للترويج البلطجي، هل ده حقيقي؟ هل حضرتك بتشوف ان ده ممكن بصي، يكون؟ اولا يعني الاستاذ سيد ياسين قامه وقيمه، ومش هنرد له كلمه، لكن اللي هو بيقوله ده ما ينفعش يتقال. جيت الحق يعني. اولا محمد رمضان ظاهره فنيه جيده، قد يساء استخدامها في بعض الاحيان، لكنه ظاهره فنيه جيده جدا وممثل هايل. ادي واحد. اتنين، البلطجه موجودة طول عمرها في السينما المصرية، بس البلطجة كانت زمان اتنين بيكسروا الكراسي فوق بعض، البلطجة دلوقتي اللي موجود في الشارع، ده التطور الطبيعي للبلطجة اللي في الشارع. ليه السيد ياسين شايف، يعني هذا الدكتور العظيم شايف ان السينما هتربي ولادنا؟ السينما حاجة، ولادنا بتربوا في الشارع، بتربوا في النادي، بتربوا في البيت، بتربوا في المدرسة، بيربيهم كمان الدراما. فانت ليه بتحمل الدراما كل الاشياء؟ الدراما انعكاس لواقع موجود وبيطلع، مش طرح الواقع نفسنا يبقى موجود وبنطرحه على الشاشه. وبالتالي انا بشوف انه ظالم جدا لمحمد رمضان، وظالم لشركات الانتاج في الكلام اللي قايله عليها، وفكره ان دي عصابات انتاج، انا شايف ان ده تجاوز ما يصحش يتقال. خلاص، حتى لو كانت هذه شركات الانتاج انت بتشوف انها متجاوزه، انا بشوف ان من حقها تعرض وجهه النظر، ومن حق حضرتك تطرح وجهه نظر اخرى تاني. حتى لو عن طريق السينما، لو حضرتك شايف ان السينما دي وسيله مهمه اعرض. لكن فكره ان انت تروح يعني تشطبني كده اطلع، ما فيش، ما ينفعش. طيب اخر سؤال وعايز اختم بيه، برلمان بكره اخر جلسه في الفصل التشريعي الاول، الحمد لله. اعتقد دي الاجابه. اعتقد انا كده خدت الاجابه. تقييم حضرتك لاداء البرلمان في الفصل التشريعي الاول، وخاصه فيما يخص القضايا بقى اللي هي بتخص المثقفين والمبدعين، كان بيتعاطى معاها ازاي؟ بص، انا بعتقد ان هذا البرلمان وهؤلاء البرلمانيين مظلومين. احنا بنقارنهم ببرلمانات اولا كانت راسخه وناس برلمانيين طول عمرهم، برلمانات كان فيها حزب يقود فبيقدر يكون قرارات تطلع بيها. البرلمان مع احترامي الشديد لكل الناس اللي فيه، سمك لبن تمر هادي. القرارات اللي طالعه، عندهم قوانين كتير جدا كانوا بيراجعوها خلال 15 يوم ولا 20 يوم، كل دي مبررات حلوه قوي، بس انا مع احترامي الشديد لم ارى يعني، مش هو ده رئيس مجلس النواب اللي كنت اتمناه لمجلس نواب بعد ثوره. بتشوف التصريحات ازاي اللي بتخرج من رئيس النواب او النواب؟ هو رئيس النواب شايف نفسه ناظر المدرسه مع احترامي الشديد، وتصريحات النواب الكبيره يعني جدا. رئيس النواب اللي يقول لنائب انت ما تجيش بتشيرت تاني، ده نظر مدرسه، مع احترامي الشديد جدا ليه. جاذب هو صح وانا غلطان، وانا ما بفهمش يعني ايه نائب لاني عمري ما كنت نائب، لكن انا بشوف ان ناقص يقوموا وقف النواب الصبح يعملوا كده وشوف ضوافرهم مقصوصه ولا لا، مفيش حد بيقول كده. ادي واحد. اتنين، النواب وموقفهم من مثلا قانون انا كنت متخيل ان يبقى فيه قانون لدور العباده، لكن قانون للكنائس بس، وانتوا شايفين ان ده هو الصح، وان احنا عملنا عمل رائع، واشوف رئيس مجلس النواب ماسك علم وبيعمل كده، بصراحة يعني كويس ان الدورة تخلص بكرة، وجايز في فترة التوقف دي يقعدوا يدرسوا مع بعض هم اخطأوا في ايه وعملوا ايه، جايز الدورة الجاية تبقى احسن. دكتور محمد العدل المنتج السينمائي، انا بشكر حضرتك على وجودك معنا في صحافه اليوم والقراءه السريعه للاخبار اللي موجوده في صحافه بكره. شكرا لحضرتك. انا بشكرك. ودي كانت جولتنا في صحافه اليوم. صباح على خير.